اليوم يا صديقي هو يوم الخميس 12 يناير 12/1/2023، صدر عنا الموسم الثاني من مسلسل فايكنجز فالهالا. شفت الموسم الثاني ومن خلال هاي الحلقة راح أحكي رأيي عنه وبعض النقاط اللي عجبتني اللي كانت أفضل من الموسم الأول. فيلا من دون أي تأخير خلونا نبدأ فورا في المراجعة. بعد مرور 100 عام على أحداث مسلسل فايكنجز، ينطلق ليف إريكسون وفيرديز وهارالد هاردرادا والملك النورماندي ويليام الفاتح في سلسلة من المغامرات التاريخية. وفي الموسم الثاني من فايكنجز فالهالا راح نشوف إنه أبطال الفايكنجز مطاردين، ولحتى يا صديقي يصلوا إلى عالم ما وراء إسكندنافيا من المفترض عليهم إنه هن يتمسكوا بأحلامهم وبطموحاتهم. هي قصة الموسم الأول والموسم الثاني من دون أي حرق. نبدأ يا صديقي وكالعادة على واحدة من أكثر النقاط اللي أنا بهتم أني أركز فيها، واللي هي رتم المسلسل. هل رتم الموسم الثاني كان مثل الموسم الأول ولا كان في عنا تطور ولا إيش اللي كان عم بيصير بالضبط؟ ممكن أقول لك يا صديقي أنه الموسم الثاني خلاني قاعد أنا ومتحمس، فخليني أشبه لك الموضوع وكأنه في عنا غزوة معينة ما بتخلص. الغزوة طول الوقت شغالة، فبالتالي أنت نفسك محبوس، أنت كإنسان قاعد متوتر طول الوقت، فعلا متحمس وعندك إثارة معينة أنت عم تتفرج على المسلسل. فالموسم الثاني من وجهة نظري اتميز في هذا الموضوع، أنه أنت كمشاهد الرتم عندك ما عم بيتغير. الرتم خلينا نقول حتى هو كان شوي تصاعدي بشكل عام، ما كان عندي مشاكل فيما يخص الملل أو أنه في أشياء عم تتكرر. في شيء جميل أنت عم تتفرج عليه في هذا المسلسل. وطبعا يا صديقي ومن دون أي حرق، في كتير من الأشياء يلي رح تخليك تتحمس للموسم الثالث. مثل ما نعرف أنه هذا المسلسل ما هو عبارة عن موسم أول وثاني وانتهى الموضوع، رح يكون في عنا موسم ثالث، ومن المتوقع يكون في عنا موسم رابع وخامس لحين انتهاء القصة. فبالتالي الأشياء اللي كانت عم تصير كأحداث في الموسم الثاني أشياء خلتني أنا أتحمس للموسم الثالث، أني أنا أستنى أشوف إيش رح يصير بناء على الأشياء اللي صارت في هذا الموسم. فهي كمان نقطة إضافة للرتم، خليني أقول لك بتضيف للرتم أنه ما كان عندي أي مشكلة فيما يخص أني أنا مالي ملان أبدا، بالعكس كنت مستمتع في تجربة المشاهدة. بيبدأ الموسم الثاني يا صديقي بطريقة مشابهة جدا للموسم الأول، بتشوف أنه في عندك حرب، في عندك موت، في عندك دماء، في عندك هذا الجو الفوضوي. ولكن الفرق ما بين الموسم الأول والثاني أنه بالموسم الأول بتشوف أنه الموضوع عم بيصير بالليل تقريبا، عكس الموسم الثاني بتشوف أنه لا هني بالغابة، في عندك خضار، في عندك شجر، هذا الجو اللي أنت شايف إيش اللي عم بيصير بالضبط. ولكن كبداية ممكن نقول أنه الجو نفسه حتعيشه. تعال هلا بقى يا صديقي نحكي على المهم، على الشيء المتعلق في الشخصيات والقصة. بالموسم الأول كان في عنا 4 شخصيات مقسومين خلينا نقول لمجموعتين والأحداث عم تمشي، عكس هذا الموسم يلي بتشوف إنه كل شخصية أخذت مسار خاص فيها، فبالتالي كان في عنا قصص متفرقة. هذا الشيء اللي كمان بيدعم إنه الموسم كان جميل. اعتبارا من هاي النقطة من الممكن بعض الأشياء اللي بدي أحكيها تعتبر حرق بالنسبة لك، فإذا ما بدك ينحرق عليك أي تفصيلة وقف هذا الفيديو. أكيد يعني لا تنسى إنك تحط لايك عليه وتشترك تحت القناة بكل الأحوال. وهلا من دون أي تأخير خلونا نكمل فورا، وبرجع بحذر أنه من الممكن يكون في شوية حرق. فعلى سبيل المثال رح نشوف أنه أولف عالق ما بين الدم وما بين القبيلة. هو مضطر يا صديقي بين الاختيار أنه هو يصيد أخوه فعليا أو انه هو يختار سلامة ابنه. فهذا الشعور يا صديقي والصراعات الداخلية اللي نحن رح نشوفها المتعلقة في الشخصية صراحة نعمل ونشغل عليها بطريقة جميلة. وعلى سبيل المثال يا صديقي رح نشوف انه شخصية فريدي هي وعم تسعى لإعادة بناء أبسلا، وفجأة رح تشوف حالة رمز خلينا نقول للأمل وكبداية جديدة لكثير من الناس. طبعا هارالد وليف رح يبقوا تقريبا مع بعض، ولكن أهداف كل واحد منهم رح تكون مختلفة عن الثاني. فيا صديقي الجميل إذا بدي ألخص لك الموضوع فيما يخص الشخصيات وتأثيرهم على القصة، صار في عنا تطور. هذا التطور أنا بعتبره جميل، واللي هو الصراعات النفسية. وطبعا يا صديقي وقت نحكي على الصراعات النفسية، القرارات اللي بدهم ياخذوها الشخصيات رح تكون على علاقة وثيقة في المعركة أو المخطط الكبير اللي عم يصير للمعركة اللي رح تصير. فالتركيز كان على مصير الشخصيات، وكل شخصية أي قرار بده ياخده هذا القرار من الممكن هو يأثر على المخطط الكبير الموجود. فكل شيء كان متعلق ببعضه إلى حد ما. وكمان رح نشوف أنه في عنا بعض الشخصيات هن وعم بيسعوا لمصيرهم وعم بيسعوا للأشياء اللي بدهم إياها، بتشوف أنه هن فعليا رايحين للمجهول. فملخصا لكل هذا الكلام، كان في عنا عناية كتابيا
فيما يخص الشخصيات، هذا الشيء عجبني. واحدة من الأشياء اللي لفتت نظري هي العلاقة ما بين شخصية هارولد وشخصية فريدي، شفنا في كيمياء جميلة ما بيناتهم، التركيز عليهم في هذا الموسم حسيت انه عطى كمان جمالية للقصة. وإضافة كمان لشخصية ليف، الديناميكية اللي بتكون موجودة بين هالثلاث شخصيات بصراحة شيء جميل، حسيت انه بيعطي إضافة كتير كبيرة للموسم. إذا بدنا نحكي يا صديقي على الأشياء المرئية اللي كنا عم نتفرج عليها، بصراحة مسلسل فايكنجز فالهالا عم بيقدم لنا وجبة جميلة فيما يخص هذا الموضوع، ما كان عندي أي مشاكل في الأشياء اللي عم بتفرج عليها. حتى الحركة اللي كانت موجودة في المسلسل كمان كانت جميلة وسلسة، خلينا نقول العنف لساته موجود، هذا الجو اللي نحن بنعرفه عن الفايكنجز لساته موجود، فبطريقة أو بأخرى بصراحة في بعض النواحي اللي أنا شفتها أفضل من الموسم الأول صارت في هذا الموسم. هلأ كل هذا الكلام يا صديقي يعتبر شيء جميل جدا، ولكن في بعض الأشياء اللي كانت موجودة مستفزة، في بعض الأشياء اللي بتحسها أنه ألو يعني إيش، ليش طيب، ليش هاي الأشياء أنتوا عم تحطوها في هذا السيناريو؟ فواحدة من الأشياء المبتذلة بالنسبة إلي هي فكرة تقدير الأشياء عند رحيلها، يعني شغلة جدا منطقية، شغلة ملينا منها، حسيت إنه أنا ضايق شوي والله العظيم، مستفزة ما لها داعي، يعني شغلة بتكون موجودة بتروح بتحس في قيمتها، بس هي موجودة ما بتحس في قيمتها. ما بدي أحرق كتير فيما يخص هاي النقطة، تفرج على مسلسل تكون فاهمان إيش عم بحكي أنا بالضبط. هاي واحدة من الأشياء. الشغلة الثانية، وما بعرف إذا هي فعليا أجندات أو هو توجه نتفليكس اللي نحن بنعرفه، واللي هو الإفراط المستفز في الوثوق والاعتماد على حدس المرأة، يعني وكأنه نحن عم نعطي المرأة دور أكبر من الدور اللي هي لازم تاخده. هذا اللي حسيته، أنا حسيته في شيء مبالغ فيه، ما في داعي لكل هذا الكلام. ما بعرف يمكن هذا شعور شخصي أو يمكن هاي نظرتي على نتفليكس عم تخليني أنا أعكس كتير من الأمور أو أعكس كتير من الأجندات على الأعمال اللي أنا بتفرج عليها، ولكن هذا الموضوع أنا حسيت فيه، حبيت أني أعطيكم الرأي فيما يخص هذا النقطة، فيما يخص هذا النقطة. عربي ضعيف على الآخر. كمان كان في عنا بعض الشخصيات اللي بتخاف من أشياء ما بفهموها، بتحس كمان في يعني ما هي منطقية الشيء اللي عم بيصير، ما هو منطقي، فبالتالي في بعض التفاصيل اللي بصراحة أنا ما كتير حسيت إنه الموضوع يعني جميل، أو الإضافة اللي هن حطوها شفت إنه هي صراحة يعني الموسم الأول كان أفضل فيما يخص هاي النقاط، أو خلينا نقول المبالغة في الكليشيهات الموجودة. الموسم الأول ما كان فيه كل هاي الأمور، الموسم الثاني أضافوا. إذا بدأ لك على السيناريو أوكي، الموسم الأول كان بيمشي الحال والموسم الثاني بيمشي الحال، ولكن الشخصيات بصراحة كانت أفضل في الموسم الثاني، بناء الشخصيات كان أفضل، فكرة إنه كان فعلا الشخصيات اللي كانوا مقسومين لمجموعتين خلونا نقول في الموسم الأول، خلونا نشوف إنه الشخصيات أخذت طرق مختلفة، هذا الشيء خلاني أنا أحس بعدم ملل في القصة، هي نقطة كمان تحسب للمسلسل. ما تبقى الأشياء المعروفة، إنتاجيا المسلسل جميل جدا ممكن نحن نحكي عليه، نتفليكس بتعرف تنتج مسلسلات، فيما يخص موضوع الموسيقى كانت جميلة إلى آخره، هي الأمور الفنية معروفة إنه هي حتكون جيدة جدا. تقييم المسلسل يا صديقي راح يكون 7.5/10، أتوقع كافي، يعني لا هو ذاك المسلسل الجبار القوي ما هو طبيعي أبدا، ولا هو ذاك المسلسل البايخ السيء مثلا، لا الموضوع عادي جدا تتفرج عليه وبينتهي الموضوع، على أقل تقدير هذا بالنسبة إلي. ولازم دائما نأكد على نقطة إنه هذا رأيي الشخصي، ممكن تتفق معي يا صديقي الجميل وممكن تختلف معي، مشان هيك اخترعوا شيء اسمه كومنتات، انزل تحت الكومنتات اعطيني تقييمك للمسلسل إذا شفته، رأيك عنه ورأيك عن رأيي، رأيك عن رأيي، فهمت علي أتوقع، والله أنا ما فاهم أنا حالي. إلى هنا يا صديقي نكون قد انتهينا من هذه الحلقة، إذا عجبك هذا الفيديو لا تنسى لايك عليه، اشترك تحت في القناة إذا حد لأمانك مشترك، أكيد ضروري جدا نشوفكم في الفيديو القادم، سلام عليكم. طبعا ما حدا يركز على عيني، شوفوا هاي هون من تفخة كتكتة، نحن بنقول لها كتكتة، أنتوا إيش تقولوا لها؟ اكتبوا لي تحت في الكومنتات.